عاصم، أنا جبت لك الشغلات اللي بغيتيها. هذا الشعر قصيت من شعره، وهذه قطعة من فانيلته، وهذا العطر ما حد يستخدمه غيره. زين حبيبتي زين، عيل خلاص رايلك أمره سهل. إيش راح تسوين؟ حبيبتي أنا بسوي لك سقوة تحطينا لها بالطبخ، وبعد وبسوي لك شيء تحطينه بالسيارة عشان لا يروح حق بنت إبليس. زين معاصم، ما قلت لنا هالأغراض هذه الوايد بكم؟ 250 دينار. لا 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 يا أم عاصم، ده المبلغ كبير قوي، لازم تعملي لهم خصم، خصوصا حبيبتي شيخة. والله هذا السعر عشانكم، ما أعطي حق أي حد غيركم. انزين إذا ينامتش بهلا فبراير تسوين خصم؟ ترى أنت لسانك طويل ويبي له قص. آسفة آسفة، والله بس القشمر. هذا وقته؟ ها إيش قلتي؟ طبعا موافقة موافقة. وانت على طول وافقتي؟ خوي مطره خلينا نفاصل يمكن تنزل. سكتي واللي عافيك، بس سكتي لا تخربين علينا الحين تهون ترى. ها ايش فيكم مستاسرون؟ اذا مو عاجبكم مو لازم. لا 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 يا معودة، عاجبنا عاجبنا. شوفي يا بنيتي، هذا تحطي له بالطبخ. ومتى وكم مرة؟ تحطي له باستكانة كل يوم اثنين لمدة شهر. كل يوم اثنين إن شاء الله. وهذا يا بنيتي تحطينه بسيارتنا إن شاء الله إن شاء الله. وبعد في شيء ثاني؟ إيه يا بنيتي، وهذا من اللي تبلاش. يعني شو أسوي فيه إذا بلاش؟